كارير. اهلا وسهلا بكم في كارير، مرحبا بكم الناس الكل. مع 3 و6 دقائق على موجات اكسبريس اف ام، تحيه لكم وين ما كنتوا الناس الكل. معكم نادر منصور من قدام ميكرو، رانيا منصور في الاخراج، ادم في الاخراج الرقمي كالعاده. من توا حتكشي مع 3 ونص في كارير باش نحكيو على موضوع يهم لو ديفلوبمون بروفيسيونيل نتاعكم انتم الناس اللي تسمعوا فينا. سعيده جدا اليوم باستقبال ضيفي سي مروان بوهجة، بي ان ال ترينر سيرتيفي ان كوتشينغ فورماتور و CEO والفاوندر بيان ايفيدمون تاع NLP Boost. اهلا وسهلا بك سي مروان. شكرا جزيلا بيع الاستضافه، ومرحبا بضيوفك الكرام واذاعه اكسبريس اف ام. مرحبا بك، ونسلم على الناس اللي يسمعوا فينا كله، ونسلم زاد على المتابعين نتاعك على لينكدين. عندك اكثر من 20,000 متابع على لينكدين، بارمي لي بروفيل لي بلو سويفي دايوغ على لينكدين. فالناس اللي تسمع فينا وتحب الحق نصائح حينيه يوميه تقريبا يقدمها سي مروان اترافيغ NLP Boost. البي ان ال، البرمجه اللغويه العصبيه، البي ان ال انترتمومون ولات تراند، الناس الكل تحكي بيه بي ان ال. بي ان ال شنو؟ البي ان ال كيفاش؟ شنو هو يا اخي؟ هو سي ان كونسيبت، سي اون ايدي، سي دي زوتي، شنو بالضبط؟ خلينا نبداو معاك انت سي مروان، نفهموا مع بعضنا ونفهموا سادة المستمعين فاش تمثل البرمجه اللغويه العصبيه. وكما العاده في كارير نحن اليوم باش نحكيو نصائح تطبيقيه بعيدا كل البعد على النظري، باش في اخر الحصه نجموا تجربوا نصائح اللي قدمها سي مروان اليوم ان شاء الله مع العام الجديد. البرمجه اللغويه العصبيه في ماذا تمثل سي مروان؟ سامبليفيي هما 3 كلمات، برمجه لغويه عصبيه سي برمجه لو فيت دو روبروغرامي نوتر سيرفو. نوتر سيرفو مخنا تبرمج بطريقه عشوائيه في 7 سنين 10 سنين الاولانيين من عمرنا. اليوم عندنا دي رياكسيون نراوهم اللي هما دي رياكسيون لربما قدم قاعدين نعاودوا فيهم ونكرروا في حياتنا مهنيا والا شخصيا، في الجانب الشخصي والا في الجانب المهني. غير مو اللي قاعدين نعيشوا به اليوم، نعيشوا يمكن في نهار ولا نهارين ولا حتى نقول عام، ونعملوا في كوبي كولي. كاريمون هذا اذا كان نو سون با دون لا كونسيونس، ما خديناش وعينا، ما عملناش بخيل دو كونسيونس وفهمنا لي زيليمون هذوما. باهي، لهنا الاشكال وين؟ ماهوش مشكله اني نعيش نهار ونقعد نعمله في كوبي كولي، مش هذا هو المشكل في حد ذاته، باش نبعدوا عن النظري. المشكل انه اذا كان انا عندي برامج سابقه قاعد نخدم بها، مش معناها برامج، طريقه لاستيعاب العالم، طريقه لفهم الاشياء، طريقه لفهم مواقف الناس. اكزامبل، عبد عمل معايا موقف معين، فما عبد باش يقراه بالشر، فما عبد باش يقراه بالخير. فما عبد لا باش يقراه لا بالشر لا بالخير. شنو هي الفرق بين الثلاثه هذوما؟ استيعابهم للدنيا، البيرسيبسيون نتاعهم، البرنامج المسجل في مخهم. اكزامبل، عبد دخل المهنه عارفوا عاركوا مرة ولا عاركوا المرة الثانية، عاركوا المرة الثالثة، المرة الثالثة يجيك لهنا يقول لك اسمعني عارفي راهو مستقصدني. عبد اخر يقول لك لا عارفي ما علاش مستقصدني، خينا نعرفه من قبل ولا يعرفي من قبل، فماش سبب باش يستقصدني عليه. دوك مادام ومركز معايا بالطريقه هذه، مادام فما سبب ويمشي يلوج على السبب. الفرق بين هذا من الزوز فرق برمجه سابقه، واحد باش ينجح في عالمه المهني، الاخر باش يقعد متقلق عام وعامين وثلاثه وعادي انه يخرج من الشركه هذيك ويبطل. واللي يسمعوا فينا توا ممكن راهو فيهم 50 ولا 60% منهم من اللي يسمعوا فينا بالنومرو هذا قلته من مخي، لكن بورسنتاج كبير من اللي قاعدين نعاينوا فيه انه يقول لك عارفي مستقصدني، والا زميلي مركز معايا، والا فلان راهو ما يحبنيش نطلع. اوغ ما فما حتى بشر في خلق ربي كل عنده مشكله شخصيه معاك، هذه لازم نحطوها في مخنا. كان عبد عمل معك سلوك انت ما يعجبكش، فهو راهو راس السلوك هذاك عنده قصد ليه هو ايجابي. ربح ولا خساره. سي مروان انت قلت حاجه مهمه، الكلمه هذه تتعاود برشا في الخدمه، برشا عباد يستقيلوا يل كيت لوغ جوب، اي سوفون اون كيت با سون جوب مي اون كيت اون بيرسون، يا كولابوراتور يا مانجر، وتكون المشكله في العلاقه الانسانيه هذيك اللي فيها نوعا ما شوائب تنجم تكون كما قلت سيادتك هي جوست اون بيرسيبسيون. انا حسب البرمجه نتاعي الفلتر اللي عندي، الفلتر ريت به الحاجه هذيك. فهمت من كلامك انه الفلتر هذا نجموا نبدلوه نحن اترافيغ البي ان ال. كيفاش تصير العمليه؟ هذا هو الهدف. دونك برمجه لغويه عصبيه، الجمله الاولانيه فسرت لنا نحن عندنا برامج قاعدين يحكموا فينا، 90% من السلوك نتاعنا ولا اكثر اللي انكونسيون غير واعي. هالبرمجه هذه 90% ولا اكثر اكتسبناها في الصغر نتاعنا اغلبها. هالبرمجه هذه اغلبها
نجيو نعاينو نلقاو اغلبها سلبيه. كي نقول سلبيه وايجابيه ماهيش مشكله سلبي وايجابي باش نوضح اكثر. اذا كان انا برامجي كيش اكتسبتهم، عملت مواقف معينه، عشت ديزيكسبيريونس معينين، الاكسبيريونس هذيك تعاودت مره ولا زوز ولا ثلاثه لين تعلمت اني نتصرف بطريقه معينه. هذا وقت ايش صار؟ اغلب تجاربنا قولوا 70 60% من التجارب نتاعنا عشناهم في الصغرى نتاعنا 7 8 سنين الاولانيين، تصرفت بطريقه معينه مشيت معايا قعدت نعاود فيها. اليوم ما عملتش ميزاجور. اي. دوك اسكو الطريقه هذيك فالابل اليوم ولا لا؟ اغلب باش نلقاو شنو فماش طريقه باهيه وطريقه خايبه، فما طريقه ادابتي وطريقه ان ادابتي. عندي بليزيور كونتكست في حياتي. فما كونتكست وين الميثود نتاعي ادابتي، فما دي كونتكست وين الميثود هذيك ان ادابتي ما تمشيش ما تعطينيش ريزولتا. دوك لهنا البرمجه اللغويه تقول لك اوكي الادابتي خليها على روحه، الان ادابتي اجى نعملوا له ميزاجور. ولهنا وين يجيو لي دوزيام تيرم نتاع البرمجه اللغويه العصبيه، ان ال سو باس سور دي بروسيسوس نورولوجيك و سور لو لونغاج، مع كيفاش باش نصلحوا اترافير لو لونغاج. يعني من الكلمات اللي نستعملها انا في حد ذاته. باش نبداو اول ديزون مش هي ابعد شويه من الكلمات، ابعد شويه لو لونغاج بون، لونغاج فيربال بارافيربال نون فيربال، قعدنا بيتيتر فما في حصص اخرى ولا في ديزوكازيون خير نتعمقوا اكثر، مي لا بروميير فاز ديجا سي بروندر كونسيونس دو نوتر بروغراماسيون، بروندر كونسيونس نولي واعي بهالبرامج اللي قاعدين يخدموا عندي، معناها انا في وضعيه معينه تغششت. نفس الوضعيه هذيك نحطوا فيها 10 عباد اخرين ما يتغشوش. السؤال اللي باش نساله علاش انا بالذات؟ قبل كانت سباسي ان ابيرسو، اليوم لربما سمعت برنامج في كارير وليت نقول اي بالرسمي 10 عباد في سيتياسيون نفسهم ما يعملوش نفس الموقف اللي عملته انا، علاش انا بالذات عملت الموقف هذاك؟ دوك لهنا هذه الخطوه الاولى لا بريز دو كونسيونس، الوعي، الوعي ان عندي برامج، الوعي ديجا اني عندي برامج اونيك خاصين بيا انا كما البصمه. حاجه خاصه بيا. الحاجه الثانيه البرامج هذه نوعي اسكو هي بوزيتيف وايدون تتعاون فيا ولا هي ليميتونت والا نيجاتيف، معناها في كونتكست معين ماهيش تعاون فيا. اون فوا وليت واعي اللي هي ماهيش تقدم بيا نتعديو بعد اني نجو لي زوبسيرف لوبسيرفاسيون، جوبسيرف مون لونغاج دو كور، جوبسيرف لو لونغاج دو كور تاع العباد، جوبسيرف مون بروبر لونغاج كيش قاعد نحكي مع روحي لوبسيرفاسيون. بون نحن اذا كان نحب نعطي نصيحه هكا تكون عمليه، اون اوبسيرف تو بوان، اوبسيرف لو كومبورتمون تاعك اللي هو في اللونغاج وفي كل شيء، اوبسيرف تون تي بونسي افكارك اللي هي حاجه راني نقول فيها توا، مي اغلب العباد اللي يسمعوا فينا ولا مش متعودين نوبسيرفيو افكارنا. صعيب ياسر دايغ. مش متعودين نوبسيرفيو افكارنا، اون كونتر بارتي فما دي زيتود تقول لك عندنا اكثر من 60,000 فكره في النهار. تدور في مخنا. قداش باش نكونترولي، قداش باش نشوف بلوتو من 60,000. فما افكار هامين، فما افكار ماهمش هامين، وقت تبدا ليميتونت انا وقتها جو بخون دو روكول وجوبسيرف. اكزومبل انت ناخذ حاجه بسيطه لو موديل معروف لو لو سيركل لو سيركل ديزون اون بو دير دو سيركل فيسيو بالضبط، لو سيركل فيسيو دو ليستيم دو سوا. انسان ما عندوش استيم دو لويمان، تقدير الروح طايح. اكزومبل باش ناخذ اكزومبل بسيط، باش يعمل بابليك سبيكينغ وتقدير الروح في البابليك سبيكينغ طايح، باش يدخل مازال ما دخلش للصاله وهو في الطريق مازال جاي باش يبدا يحكي روحه في كلام مشوم. صحيح. انا ومش باش نقد روحي وباش نبلبزها وباش نعمل وباش نقد، مازال دوب ما قعدت قدام الجمهور دوب ما يغزر لهم قلبه ولا يدق ولا يتنفس بالسيف ولا داخل بعضه ولا يضحكوا عليا ويحكيوا عليا. اكزاكتومون. ومن بعد الريزولتا شنو هي؟ بلبزها بلبزها غيالمون. هكا تبلبز اش باش تعمل؟ فغونفورسي اونكور بلوس هكا لي بونسي انيسيال اللي عنده، بينما كان جاي يلوبسيرف سا ديجا على باز باش يقول سامحني انا نتاع شنيه داخل باش نعمل مناظره ولا محاضره ولا اللي هو ولا حتى باش نقدم خدمه قدام عارفي نتاع شنيه، نجلد في روحي اثنيه كامله ساعه ولا ساعتين ولا نجلد في روحي شنيه الريزلتات باش نلقاها من بعد. صحيح. دونك سا سو ريبيت فريكامون لي بونسي نتاعنا على رواحنا، اون اوبسيرف نو بونسي. اذا كان يحبوا يلوجوا الساده المستمعين يحبوا يعملوا غوشيرش يزيدوا يعملوا غوشيرش تحفونا، نقول لهم سيي دو شيرشي لي سيت سابوتاج دو بونسي. لي سابوتاج دو بونسي هذين نعملوها حتى حصه سي مروان يظهر لي. كنا نحكيو في لي كوليس عن برشا حاجات ان شاء الله باش يجيو. بما انه نحن البرنامج نتاعنا مرتبط بالنصائح العمليه، باش نسالك سؤال نتاع حاجه نعيشوها كل يوم وانت باش تعطينا النصائح نتاعنا. الجمعه الجايه ماشي باش نخدم داكوغ، وفما اجتماع مهم جدا قدام العرف الكبير نحن نسميوه، وانا باش نقدم لاول مره للشيفر دافير مثلا ولا معلومات مهمه عن الشركه. ونرعش ماشي داخل بعضي وخايف، كيفاش نحضر روحي نهار قبل نهارين قبل ولا قبل ما نمشي؟ كيفاش نستعمل البرمجه اللغويه العصبيه كما كنت تحدث سيتك باش ننجح في التمرين هذا؟ به انتيريسون. انا عاد على قد ما انت بتسالني انا بزيد نتحل اكثر، مش باش نحصر، انت حصرتني باش نتحل اكثر. كيفاش؟
بالبروغراماسيون نورولينغويستيك فيها دي زوتي عمليين اللي هما انا نسميهم المرحله الثانيه مش الاولى. المرحله الاولى انا تغير ذاتك. من بعد المرحله الثانيه دي زوتي العمليين هو باغ اكزومبل انك لونكراج سي اون تكنيك لونكراج لونكراج بون بيغ ما نجمش نفسرها توا رابيدمون اما نجم نعطي دي تكنيك اخرين نخلف هذاك فما لونكراج سي اون تكنيك سامبل كي بيرمي دو ريسورسي نقى لي ريسورس نتاعي الذهنيه حاضر ذهنيا باش نجم نقدم العمل هذاك فما الحاجه الاوتي الثاني هو اتخ ايسي مانتونون تكون هنا والان لو فيت دتخ ايسي مانتونون ما تنجمش تكون هنا والان وتكون دون لونكسيتي ولا دون لو ستريس ولا دون ليموسيون دونك هذه المرحله الثانيه به الحاجه الثالثه اللي قلت لك باش نشرح الى توجور ان بريالابل نحن جينيرالمون في الكوميونيكاسيون نحن نعممها اكسبري نحن جينيرالمون في الكوميونيكاسيون نركزوا على المومون دو لا كوميونيكاسيون على سيتواسيون اكس اكس اللحظه تي نقول لو مومون تي لو مومون تي حتى في لي فورماسيون تو ساعات نحضروا لي فورماتور ما ينجمش يعطيك لي زينيمون الكل دونك شنو يعمل؟ يعطيك سيتواسيونيل يتسمى كوميونيكاسيون سيتواسيونيل اور لا كوميونيكاسيون نا جامي ايتي سيتواسيونيل اش معناها؟ معناها انا اليوم تجيني مروان وتجي عبد اخر علي تقولنا الزوز باش تمشيو نفس البلاصه باش تحكيو نفس الكلام ويجيبونا مدرب يدربنا الزوز يقولنا تعملوا هكا وهكا وهكا بالملي عاود لنا كل شيء بالملي يبان كونت اون فا فيغ لا ميم شوز الزوز كيف كيف مع العبيد نفسهم اللي نحن نعرفهم عندنا برشا الريزولتا نو سيغا جامي باغي عمرنا ما باش نلقاو نفس الريزولتا علاش؟ خاطر ديغيغ لا كوميونيكاسيون فما حاجه اسمها كادر غولاسيونيل شنو هي الاطار نتاع العلاقه اللي انت حاطه مع العبيد الكل صحيح. مع عرفك مع زميلك مع كذا فما شيء زميلك نجم يسمح روحك روحه ليك انت باش يحكيهم العبد اخر ما يحكيهمش فما مواقف انت تنجم تاخذهم في خدمه معينه او تفرضهم عبد اخر ما ينجمش يفرضهم فما صرامة تكون انت تتحلى بها غيرك ما ينجمش يتحلى بها وكان يعمل كيف كذا يضحكوا عليه ما يقولش بيك تكبس في روحك ما يواتيش بينما جيبنا نفس المعلم علمكم الزوز وقال لكم اعملوا نفس الحركات هما بيدهم دوك البرمجه اللغويه العصبيه الفا او دولات سا تمشي للبروجرام علاش زاد الكادر ريلاسيونيل انت ما حطيتوش من عدم الكادر هو اطار علاقتك ينظم العلاقات نتاعك الكل مع العبيد الكل اطار هذا ما حطيتوش من عدم انت حطيته حسب لي كرويونس نتاعك باش ناخذ اكزومبل انسان في كاد اورجونس في شركه حاله نتاع اورجونس مشى يكلم التكنيسيان الاولاني قال له مانيش لاهيلك سكت سكت ما نجمش يعمل رياكسيون مشى كلم التكنيسيان الثاني قال له مش لاهيلك هذا عبد عنده رتبه اكس عبد اخر نفس الرتبه في نفس الكاد اورجونس مشى كلم التكنيسيان الاولاني قال له مش لاهيلك ما تحرك من غادي كان ما حركوا وزحزحوا من بلاصته وهبط معاه وحل المشكله جينا نشوفوا في الزوج شنو الفرق بيناتهم واحد الكو هو كو السيد هذاك مسكين وانا باش نقعد نمرش فيه وهو ما حبش وهو كذا الثاني كاسك الكهوا الكهوا كو سي اورجون كو سي امبورطون ولازم يتحرك معايا ويعرف قيمه الطلب اللي باش يطلب وقيمه روحه زيد وقيمه روحه اون باغال دونك سي تو سي ان تو اللي باش نخدموا عليه هذا جينيرالمون بي الاجتماع هذا مزيد مكبشه فيه اللي باش نحضر له انا كيفاش قلت لك ا مومون دو ستريس ريونيون تري امبورطونت وباش نستعمل كلك زوتي انت باش تنجم تقدمهم لنا توا ولو باقتضاب اون بي ان ال بور مو بريباري للريونيون هذايا باش تتعادى سلامات. هات ناخذ كلك زوتي رابيدمون خاطر بالرسمي يسحقوا برشا تفسير. اي مازالوا الحلقات نو عندك. تري فريكون ريسبيراسيون. ريسبيراسيون لان سونتريني ا ريسبيري بور ريفنيغ ايسي مانتونون باش ترجع في المومون بريزون تعمل حتى قبل الريونيون حتى بدقيقتين بدرج تقعد لبرا تتنفس تو روتيان تا ريسبيراسيون كلك سكوند تو اكسبير سا ريلاكس ترجعك في المود هذاك حتى في وسط الريونيون دخلت بعضك كيف كيف اون بيتيت ريسبيراسيون ترجعك دون لو مود وتكون ابدومينال ريسبيراسيون اللي هي احسن بالكرش تو ريسبير تخرج كرشك تقعد كلك سكوند ريسبيراسيون تو روتيان لا ريسبيراسيون 2 3 سكوند وبعد تو اكسبير افيك لا بوش هذا تمرين له هذا حتى في النيغوسياسيون تمرين لي تري تري سامبا اي تري سامبل نذكر اون افوكات قالت لي عندي وقت اون ريونيون قلت قد شنو نصيحه قلت لها ريسبيراسيون سي لو سول كونسي قالت لي صدقني عملت بها وعطتني ريزولتا طيار ياس باسكو اون لو سي سا بيرمي دو روفنيغ سيغتينمون خرجت من الطرق خرجت من الموضوع خرجت من ليتا نتاعك ترجع في ليتا نتاعك وترجع في الموضوع عملت اون بون ريسبيراسيون وتوا الوقت ماشي ويقدم وبديت نقرب اكثر من الاجتماع هذايا فما حاجات اخرين نعملهم يكون في البرمجه نتاع مخي كلمات نقولهم الروحي طريقه نحاور بها ذاتي ممكن قبل الريونيون قبل الريونيون انت باش تحضر بريزونتاسيون نعطي كونساي صغرون اخر فما في البرمجه اللغويه العصبيه فما حاجه اسمها فليكسيبيليتي كومبورتمونتال فما حاجه نحن نسموها المولتي ديمونسيوناليتي
بيرسبتويل شنو هي الملتيديمونسيوناليتي بيرسبتويل كلمه صعيب شويه ايه. دونك هو اني انا ناخذ البوزيسيون بيرسبتويل ناخذ وجهه النظر نتاع الاطراف الكل سا سي ان اكزرسيس ما فماش ان توب مانجر سورتو لي توب مانجر ما فماش ان توب مانجر الا قرا بي ان ال ولا ما قراش بي ان ال الا ويعمل فيه بطبيعته اذا كان وصل للمنصب نتاع توب مانجر. الور كان انا اليوم نحب نوصل للمنصب نتاع توب مانجر لازم يتدرب عليه خاطر هما تدربوا عليه برشا اللي هو شنو انا اليوم باش نقدم خدمه قدام خمسه اطراف كل طرف مصالحه كل طرف عنده وجهه النظر نتاعو كل طرف عنده لي زيكسبيريونس نتاعو لازمني انا قبل ما نقدمها اذا كان خدمه اللي امبورطون بور موا والريزولتا اللي امبورطون بور موا اني نحط روحي في زاويه النظر نتاع كل طرف قبل ما نعمل بريزون قبل ما نحضر اصلا السيبور نتاعي جو مي دير ان طونك ديريكتور كو فون جو مي مو بيرسيفوار ونحط روحي في بلاصه المدير ونبدا نصلح قول انا كمدير هذه السلايد هذا اللي حطوا لي ما عجبنيش نحيه انا كمدير اللي هنا يحط لي في الاعذار ما نحبش نسمع الاعذار نحبك تعطيني حاجه كانك تحط في بلاصه معناتها روحك في بلاصه الشخص في بلاصه العباد كل مره من بعد نمشي نحط روحي في بلاصه زميلي مثلا نقول له ديريكتور دو برودكسيون اي انا كديريكتور دو برودكسيون سلايد هذا هو يضرب فيا او يقول لي في الكلام المشوم او يسمع فيا في الكلام انا قبل ما نحطش روحي في بلاصه العباد ما نفيقش بها بعد شنو يصير؟ تصير دي كونفلي تصير انه فما اون مال بيرسيبسيون وانت ما عملت شيء تقول فينالمون انا ما عندي ما عملت علاش؟ خاطر انا نغزم من زاويه النظر نتاعي جلال الدين الرومي فما معقوله يقولها ديما نعاود نقولها ونحب نقولها هي انه يقول الحقيقه كانت مراه في يد الله فسقطت فانكسرت فاخذ كل شخص منها جزءا وحسب انها الحقيقه كامله شاكان دو نو يل ديتيان اون بارتي دو لا رياليتي اي اون كوا كو اون ديتيان لا رياليتي ابسولو اليوم اون اكومباني لي جون نادي صدقني اكثر حاجه تجيني في العالم المهني هي انه لي كونفلي لي كونفلي لي كونفلي بانواعهم يجيك العبد كي يحكي لك الكونفلي انت كان تاخذ بوزيسيون ما تنجم تقول كان هذا مسكين يسخف مظلوم صدقني هي الحصه تقعد سويعه ما نخرج بعد كالسويعه الا ما الشخص يبدل رايه 180 دوغري يقول لك فينالمون انا مش مظلوم انا ظالم والعبد الاخر ظالم خاطر في كونفلي فمش عبد مظلوم في كونفلي كيما الرقصه فما دو بارتي كان انت تعمل ان فو موفمون كونفلي ما ينجحش زوج مسؤولين عليها صحيح زوج مسؤولين دونك لهنا لي جون اي نو فوا با لور بارتي ا او دو لا ريسبونسابيلتي خاطر علاش خاطر يغزو بكارتيتهم وقتاش نترى تا بارتي ا توا دو لا ريسبونسابيلتي كي تمشي تحط روح في بلاصه الاخر دونك ليكزارسيس هذا سي تري انتيريسون انه كل حد فينا يعمله كانك باش تدخل ريونيون تعمله قبل ما تحضر باش تعرف الكلام باش تقول شكون باش يمس وكيفاش باش يمس كانك باش تبيع برودوي تحط روحك في بلاصه الكليون تاعك كل مره تلبس دور المراه الحبله تلبس دور الطفل الصغير تلبس دور كل شخص خاطر راهو مش نفس البيزوان شاكان دو الى بون في الماركتينغ يعرفوها يسمى لي بيرسونا البيرسونا تحط روحك في كالبيرسونا هذاك دونك معناها لهنا تسمى لي بوزيسيون بيرسبتويل في كونفلي مع اي عبد اخرج من قشرتك واخرج حط روحك انا سي جي تي لوي انا كيفاش راه شنو اللي يخليني ندخل مع مروان في الكونفلي هذايا انت با تروفي دي ريبونس راه بي دونك التنفس العميق اللي حكيت عليه انت ويكون تنفس بالبطن ريسبيراسيون ابدومينال اني نحط روحي وانا نحضر في البريزونطاسيون في بلاصه الاشخاص اللي باش يستمعوا للمعلومات هذيك ونحاول نقدم حاجه اقرب ما يمكن لهم زاد فما نقطه اخرى تصير في البريزونطاسيون هما الاسئله ذا بيك تعمل بريزونطاسيون تك تك فيسا فيسا ويوقفك حد وما يسالك حد جينيرالمون فما كلا كيستيون هذيك اللي تبربشك وتخليك تمهمه ومش بالضروره تلقى لها اجابه. هل فما اوتي في البي ان ال نجموا نستعملوه في المواقف هذه؟ انا باش نستعملها تو. دونك انت قلت لي حسب اللي نفهم منك دونك فما في لي ريونيون بون كيسك جي سوي اون تران دو فير جو اون تران دو ريفورمولي فوالا ريفورمولي الكلام دونك ديجا ريفورمولي لا كيستيون مي بيرمي دو غاني دو تون. انا كي نقعد جو ريفورمول باش نقعد نخمم شنو زعما نجم نجاوب. داكور. جو مي بيرمي دو غاني دو تون. اوكي. اون فوا جو ريفورمول المرحله الثانيه هي اني جو بوز دي كيستيون. Face à une question, je pose une question, surtout dans les réunions. Peut-être que nous sommes dans un radio, pressé du temps, on ne peut pas le faire réellement. Mais face à une question, ok, réellement, dans les réunions, il y a une critique qui se passe, c'est qu'on répond à une question sans la comprendre, malheureusement. C'est ça. Je vais vous parler de la question. Un exemple, quand je vous parle, je vous dis qu'on se revoit durant le week-end. Par exemple, بالنسبة لي كان تي ويكاند سبت واحد وي
بالنسبه للساده المستمعين، سبت واحد عابد يسمع فينا في بلاد خليجيه، يعني يكون الويكاند نتاعو جمعه وخميس وجمعه ولا جمعه وسبت. دونك سافا ديفيري دون بيرسون اون اوتر. الحقائق نتاعي اللي في مخي مش هما نفسهم اللي في مخك. كان انا نقول لك مثلا اكزومبل، انا جو رابيل اون بيرسون جا قال لي نحن كلنا اوني باسي باغ لا فاز اكس ايكغيك زيت، الوغ كو انا عمري ما تعديت بهم لي فاز هذوكم، لان كل واحد الى سا رياليتي. دونك نفس الشيء العبد كي يسالك سؤال Il a sa propre réalité, sa propre conception, monsieur Eladek. Parfois, on croit comprendre, on dit un job, on dit qu'il y a une chose. Que ce soit face à une critique, que ce soit face à une question. Aول خطوة نسأل السؤال شنو هي تقصد بكذا كذا. يعني نفهم من كلامك سي مروان ان في اكثر الاحيان نسمعوا باش نجاوبوا، مش نسمعوا سؤال باش نفهموه، يعني نسمعوا سؤال نبداو نفارسوا باش نجاوبوا على سؤال هذاك. اكزاكتومون. الخطوة لازم تكون فما اون ايكوت اكتيف نحن نسميوها. اكزاكتومون، دونك في كلامك انت تو نرجع له، دونك نحن حاجة دولة نسمعوا لك السؤال، نزيدوا حويجة صغيرة، نسمعوا السؤال وماشي في بالنا فهمنا، دونك نجاوبوا. الاخطر يكون انه ساعات ما نسمعوش جمله السؤال. صحيح. هو مازال يسال وانا نبدا نحضر في شنو هي الاجابه. تعاطي تراها في لي بوزيسيون ميم تاع الكور نتاع البدن، تفهم العبد صحيح هذا يحضرك في اجابه وانت مازال ما سالتش سؤالك. صحيح. دونك لهنا اون فوا سمعنا ديجا وباش نتاكدوا احنا فهمنا، فما اساليب، فما لا فورمولاسيون. دونك قول له نفهم من كلامك هكا وهكا وهكا، اذا كان مفاليد جو بو ريبوندر، والا فما لو كيستيونمون اون سوا، فما ميثود تسمى اكري. Accepter, dans le cas de critique, j'accepte la critique de la personne et là, je creuse pour comprendre. Accrer A, comprendre C, C l'imbad à creuser et R répondre. Akhir haja répondre. D'accord. Nous allons direct le répondre. Exactement. Dans la réunion, akhir haja yomrdou minha les directeurs li ana nkhdem maham, hiya en l'abd li job direct ou l'abd qui se justifie. Tqoul li eh ana abd qali rak ghlot ch nam, je ne me justifie pas, hani nzer ghalt. راك تو جوستيفي، راك تزيد تحرق روحك وتغرق روحك والكومبورتمون تاعك تظهر كانك فيكتيم، تو فيكتيميز حاجه خايبه سورتو بور لي توب مانجر اللي هو ما عندهمش الوقت لذاك. مشاكل هذيك تقول حلهم على روحك، وانا اعطيني جيب لي دي ريزولتا وجيب لي دي سوليسيون دي تروك ابليكي. دونك تقول لي هنا شنو نعمل اذا كان عبد الماتاك دون زين ريونيون، نستحق السؤال هذا هو. دونك دون زين ريونيون ساعات ناخذ اكزومبل بسيط صار هو مع اون بيرسون كو جي اكومباني مع ان مع مش كولابوراتور بلوتو زميله دار في وسط الريونيون، وهذوما نسمعهم برشا كلمه هذيا، تقول له لا سيتياسيون كريتيك، هو قدم خدمه كما قلت انت، محضر روحه فرحان يعني به ربي وتنفس بالبطن ودنيا وحط روحه الكل واسال الاسئله وعمل كل شيء. دار واحد منهم هز قال بون سا سي مش اولوياتنا ولا سيتياسيون سور لو تيغان الي كريتيك. هو قال لي قبل البي ان ال وبعد البي ان ال. قال لي قبل البي ان ال السيد هذا هو عنده المواقف هذه، طريقه التصرف هذه ريبيتيتيف عنده. قال قبل البي ان ال جو مي جوستيفي، ومن بعد نقعدوا نتعاركوا الزوز والمدير يقعد حاطط يده على وجهه والريونيون تخرج على اطارها اصلا، ولين هو ياخذ المدير لما وقلنا اغيتي خلينا نرجع الريونيون نتاعنا. قال لي توا شنو نعمل؟ قال لي توا قال لي السيتياسيون كريتيك. قلت له فسر لي سلون كيل انديكاتور ترى فيها كريتيك داكور باش نجم نكون نحكي على نفس comprendre. الخط ولينا في الكومبروندر هنا فهموا. قالوا انت تقصد هكا وهكا وهكا هذيك كومبروندر توا كروزي نبدا نسال. قالوا فسر لي لي انديكاتور نتاعك شنو هي؟ إنه في أوكان انديكاتور قاعد يقول في كلام باراشوتي. دونك لأن ما قاش ما يجاوب، دونك المدير وقتها تدخل، لكن تدخل ما تدخلش مع السيد اللي غلط، تدخل مع السيد اللي طلب لي ديتاي. قالوا إي يا فلان جاوبوا، أعطيه لي ديتاي، أعطيه لي زانديكاتور نتاعك كمان، سينو أون بو با أفونسي، سينو ما عادش تسأل، أسئلة هكايا ما عندهمش معنى. أكيد أكيد جدا. دونك لأن سيت ميثود سامبل هي رابيدمون، دونك أكسبتي أول حاجة، ثاني حاجة دوموري سيلونسيو أكسبتي. ثاني حاجة s'assurer de bien d'avoir bien compris, ne pas justifier, et s'assurer de bien d'avoir bien compris, poser des questions. Une fois فهمت وسألت الأسئلة وكل شيء, ça va ramener la personne au factuel, باش ترجع الفاكتوال. كان عنده الحق تتعلم أنت وتصلح روحك، كان ما عندوش الحق باش يلقى روحه en quelque sorte retiré dans un coin, ما عادش نجم يدخل معك في الديتاي. وآخر حاجة فرضا ما لقيت حتى حل, tu vérifies si la vie est partagée par tout le monde. تسأل العباد اللي حاضرين انتم شنو رايكم بارابور ا سا. توت افي الوقت يتعدى معك فيسا فيسا فيسا. ميرسي بوكو. نحن باش نعاودوا نتقابلوا معك اكيد في الاسابيع الجايه سي مروان بوهاجة. شكرا ليك. Vous êtes le CEO and founder de NLP Boost, certified NLP trainer. Vous êtes aussi formateur certifié en coaching et PNL et en soft skills. شكرا ليك.
ليك سيدي الكريم على الحضور، يعطيك الصحة. رانيا منصور شكرا لك، كنت معنا في الإخراج، آدم في الإخراج الرقمي، كنت معكم ندى منصور من قدام ميكرو. نحن نتقابلوا الجمعة الجاية، نخليكم على الأخبار. باي باي وبسلامة.